تصاحب الشفرة النوبية في حرب أكتوبر. اللغة النوبية تسمع ولا تقرأ، لهجة لهجة. العادة عشان يجي يفك الشفرة مش هيقدر يفك. بناء على كده قائد اللواء وخليفة الأركان خدوا بعدهم دخلوا قائد الجيش، لقينا الحل. الحل إيه؟ اللغة النوبية. إنه الصول أحمد إدريس الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 84 عاماً ليوارث ثرى بمقابر أسرته بمنطقة كينج ماريوت غربي الإسكندرية. كان الصول أحمد محمد إدريس ابن النوبة، صاحب فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة في حرب أكتوبر عام 1973 لإرسال الإشارات الداخلية بين قيادات الجيش المصري ليصعب فكها من جانب الجيش الإسرائيلي. ظلت خطة شفرة حرب أكتوبر التي وصفها الصول النوبي بأنها من الأسرار العسكرية سراً دفيناً لا يعلم أحداً عنه، حتى قبل حوالي 4 أعوام حينما قرر الرئيس السيسي تكريم إدريس بمنحه وسام النجمة العسكرية على جهوده التي ساهمت في الانتصار بالحرب المجيدة، ليعرف المصريون اسمه ودوره من وقتها. صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على منح المساعد أحمد إدريس وسام النجمة العسكرية لما قدمه من خدمات جليلة من أجل الوطن. الصول أحمد إدريس الذي انضم لصفوف الجيش المصري في 50 القرن الماضي كعسكري متطوع وخاض معه حرب العدوان الثلاثية ظل في صحراء سيناء منذ التحاقه بصفوف الجيش وحتى حرب أكتوبر، وهي المدة التي وصلت لعشرين عاما اختتمها بتقديم فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة في الحرب التي انتهت باسترداد سيناء. وأشار أحمد إدريس الذي كان برتبة رقيب ويبلغ من العمر 25 عاما إبان حرب أكتوبر إلى أن قائد الجيش تواصل مع الرئيس الراحل أنور السادات وأخبره بالفكرة، واتفقوا على أن تكون لهجة الإرسال والاستقبال نوبية، وهي اللهجة التي نجحت في إفساد مخططات الموساد الإسرائيلي وكل أجهزة المعلومات لدى تل أبيب، فقد فشل الإسرائيليون فشلا ذريعا في اكتشافها لدرجة أنهم أطلقوا عليها لغة شياطين النيل. إسراء سعد، آخر النهار. الله يرحمه ويحسن إليه، ودعبسه وقره وفتشوا عن الكتاب التاريخ بتاع مصر، هتلاقوا حاجات مش ترفع الراس، تخليك تحس ان انت يعني فوق السحاب، فخرا واعتزازا بالأبطال اللي الوطن أنجبهم على مر العصور. ومش لازم الزعامات الكبيرة اللي طول الوقت احنا عارفينها، في أشخاص هم يمكن مكنتوش تسمعهم من حاجة، بس عبقريتهم تجبرنا على ان احنا نعرف ماذا فعلوا لهذا الوطن.